معركة عموريا. عموريا هي أهم مدن الإمبراطورية البيزنطية في غرب آسيا الصغرى الأناضول الآن. وكان إمبراطور بيزنطة توفل ميخائيل سليل الأسرة العمورية وثاني أباطرتها. هذا الحاكم أغار على الحصون والقرى الإسلامية المتاخمة لدولته، وعاث خرابا فيها، وسبى نساءها، وقتل شيوخها وأطفالها. كان يعتقد أن الوقت قد حان لشن حملة كبرى على الدولة الإسلامية، لأنه اعتقد أن الفتن التي انشغل فيها المعتصم بالله الخليفة العباسي قد أضعفت الدولة الإسلامية. المعتصم بالله الذي ورث فتنا كقطع الليل المظلمة من والده الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي توفي قبل أن يقضي على الفتن الداخلية الخرمية بقيادة بابك الخرمي، الذي بعث برسالة إلى حاكم بيزنطة توفل يخبره أن الوقت المناسب الآن للقيام بحملات منظمة على الخلافة الإسلامية. ومما قاله الخرمي لملك بيزنطة: إن المعتصم لم يبقي على بابه أحد، فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعه. المهم أن إمبراطور بيزنطة هجم على القرى المتاخمة لمملكته العظمى، وقتل وأحرق وألحق خرابا كبيرا بالحصون الإسلامية هناك. وسبى أكثر من 1000 امرأة، وكان من السبايا سيدة عربية هاشمية تدعى شرارة العلوية، كانت تسكن ثغرة من ليطيا، فصاحت بأعلى صوتها وهي في سجون الهوان: ومعتصماه، ومعتصماه. استهزأ الإمبراطور البيزنطي بندائها وقال لها ضاحكا: لا يأتيك المعتصم لخلاصك إلا على أبلق، والأبلق هو حصان أبيض وأسود. وقال لها هذا الكلام مستهزئا بندائها. سمع ذلك الصراخ من شرار العلوية رجل مسلم، فركب جواده وراح إلى حاضرة الدولة الإسلامية، وقابل المعتصم بالله وأخبره ما أحدث الإمبراطور البيزنطي بنساء المسلمين وحصونهم ورجالهم وشيوخهم، وأخبره عن نداء تلك المسلمة، ذلك النداء الذي خرج فكسر حاجز الزمان والمكان حتى عم نداؤها العالم الإسلامي، ذلك النداء الأليم الذي تشكو فيه حال نساء المسلمين وما لحقهن من الهوان. صرخة مسلمة شقت سماء التاريخ، صرخة بقيت خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومعتصماه، ومعتصماه، لبيك يا أختاه، لبيك يا أختاه. رد عليها خليفة المسلمين: لبيك يا أختاه، كيف لا، كيف لا ينتخي وهو ابن العظيم هارون الرشيد، كيف لا ينتخي وهو المسؤول عن كل بلاد المسلمين، هو المسؤول عن حفظ كرامة الأمة وحفظ الرعية فيها. عقد المعتصم مجلس حرب فورا، وسأل مستشاريه عن أمنع وأحصن مدن الدولة البيزنطية، فدلوه على عموريا، وقيل له: هي عين النصرانية وبنكها، هي عندهم أهم من القسطنطينية.
أخذ الحاكم العام للجيوش الإسلامية وخليفة الله على الأرض المعتصم بالله قراره بالمسير إلى عموريا، ولبس عمامة الحرب، وسار على رأس جيش كبير، جيش كل من فيه يتشوقون إلى رد كرامة المسلمات، جيش يريدون تلبية نداء تلك المسلمة شرار العلوية. وصل المجاهد وجيوشه إلى عموريا، وكان على رأس الجيش 4000 فارس يمتطون 4000 جواد أبلق. وصل إليها وضرب حصارا قويا على أسوارها، وكان توفل في القسطنطينية وقت وصول المسلمين، فبعث برسول إلى المعتصم بالله يبلغه اعتذاره عما حصل، ووعده بإطلاق سراح كل الأسيرات، وتعهد ببناء كل الذي هدم، وكذلك بتقديم التعويضات للأهالي على الخراب الذي ألحقه جيشه. رفض المعتصم عرض توفل وأسر الرسول حتى يريه بعينه ماذا سيفعل. واستمر حصار عموريا 11 يوما كما جاء في الكامل لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الرسل والملوك للطبري. السابع عشر من رمضان من عام 223 هجري، الثاني عشر من أغسطس من عام 838 ميلادي، أعاد المعتصم ترتيب الجيوش، وأعاد نشر الجنود، وزاد من المجانيق بعد أن قبض جنده على رسل بعث فيهم حاكم عموريا مناطس للإمبراطور يطلب المدد ويخبره نيته مهاجمة الجيوش الإسلامية. أمر المعتصم بالهجوم الشامل على أسوار القلعة، ومن شدة الهجوم الإسلامي بدأت الأحصنة تتهاوى أمام ضربات المجانيق وكثافة وشدة الهجوم. ودخلت الجيوش الإسلامية في نفس اليوم إلى عموريا وهم يكبرون ويهللون. دخل المعتصم إلى السجون يبحث بنفسه عن شرارة العلوية، وعندما وجدها مقيدة والأغلال في قدميها فك قيدها وقال لها: اشهدي لي عند جدك صلى الله عليه وسلم أنني جئتك على فرس أبلق، لبيت النداء وخلصتك من الأسر. اشهدي لي يوم القيامة أنه من أجل نداء مسلمة قمت بفتح عظيم لم يشهد التاريخ مثله. عندما خرج المعتصم على رأس جيشه خرج في وجهه المجمون وقالوا له: إن النجوم أخبرتهم أنك إن خرجت إلى هذه المعركة لن تنال النصر. لكن المعتصم بالله لم يستمع لقولهم وخرج، وكان النصر البين. وفي هذا الفتح الكبير قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة،
بين الخميسين لا في السبعة الشهبية. أين الرواية؟ بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. يا يوم وقعت عمورية صرفة منك المنى حفلا معسولة الحلب، تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب، ومطعم النصر لم تكهن أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب. فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب.